ملعب كابيتانو مصر أشهد النهاردة مباراة دور الثمانية، مباريات خروج المغلوب، مباراة مهمة ما بين تاني مجموعة تانية فريق مدحت فقوسة بقيادة كابتن سمير كمونة، وثالث المجموعة الأولى فريق حسن شحاتة بقيادة كابتن طارق السيد. لقاء الفايز فيه هيحجز مقعده في الدور قبل النهائي، أما الفريق اللي هيخسر فهيودع منافسات كابيتانو مصر. فوقان فوقان وتركيز فوقان اهو اهو هوب هوب خليك منظم في الحركه بتاعتك. يلا شباب يلا يلا، عايزك تركز كويس قوي النهارده، ماتش مهم، خد الموضوع بجديه شويه، مش عايز دلع، مش عايز استهتار، خليك راجل في تعاملاتك كده. حركتين ثلاثه هوب هوب. انا عارف ان عندك ظروف عشان وفاه والدك وجاي على نفسك، وانا بشكرك. لو مش قادر قول لي. ان شاء الله باذن الله يا كابتن هنفوز، ان شاء الله وهنادي الفوز ده الوالد الله يرحمه. ان شاء الله. ثبت وارجع هوب، ما تستلمش وانت واقف، استلم بالحركه. ايوه كده، استلم بالحركه. ها هتجري يا محمد حسن لحد قبل مؤمن بشويه، ده المدافع بتاع الفرقه اللي احنا لعبنا بتاع كاب طارق، واول ما تقرب عليه زياد هيعمل لك تحرك من على اليمين تحطها له، وانت تعمل فول للجون برضه. دي اللي كانت ناقصانا المره اللي فاتت، كنا بنجري بيها ونلعب فردي. لا، انا عايزك يبقى في ربط ما بينك وما بين زميلك وفي مسانده. فباص الباص لزميلي بلف من وراه، ده بياخده ويروح عشان يفتح لنفسه مساحه زاويه ان هو ممكن يروح تاني، وبعد كده احط له، او لو ضرح معاه اروح انا. جون كويس. ايوه تمام تمام، جول احسن.